هذا التجمع في الحقيقة يضم 6 مناطق شكلت فيما بينها البلدية. طبعا هذا الموقع يحده من الجنوب منطقة الكرمل، ومن الشرق منحدرات البحر الميت والمضارب البدوي، ومن الغرب مدينة يطا، ومن الشمال الخط الالتفافي المحاذي لمدينة الخليل. هذه المنطقة يفصلها الخط الالتفافي ومجموعة من المستوطنات التي التهمت العديد أو آلاف الدنومات من الأراضي في المنطقة. المنطقة اليوم تعدادها سكاني يفوق 10,000 نسمة. يعني هذه المنطقة هي منطقة كنعانية عربية كنعانية الأصل، كان يوجد بها أحواض قديمة كانت تملأ بالماء لتزويد الحجاج في طريق إلى المملكة العربية السعودية، ويوجد بها مجموعة من الخرب الأثرية مثل منطقة أم لصفة، وهناك عين ماء في منطقة بير أبو شبان، وعين نرفعية أيضا، ويؤمها كثير من السياح، وهي مناطق جذب. كانت تسيير الأعمال في المجلس قبل إنشاء المجلس البلدي عن طريق لجنة يتم اختيارها من سكان المنطقة. هذا الكلام كان قبل عام 1996، حيث تم تشكيل لجنة من المنطقة من مجموعة من الأعضاء، وكان المجلس يسير أعماله بدون مقر. وفي عام 1997 تم تشكيل المجلس القروي، وتم بناء مقر المجلس القروي في عام 2008-2009، حيث تم بناء مجموعة من المشاريع، منها مدرسة بنات خلت المي الثانوي، ومدرسة ذكور خلت المي الثانوي، وحوز المياه في عام 2010. إذا بدي أتحدث أيضا عن يعني المدارس والمنطقة التعليمية، اليوم في 10 مدارس في المنطقة كلها تخدم التجمع. في عام 2010 تم دمج المجالس القروية لكي تصبح مجلس قروي واحد، وهو مجلس تجمع خلت المي. يعني مجمل الأراضي هي حوالي 18,000 دنم، وهي منطقة مترامية الأطراف وبحاجة إلى خدمات حقيقة. كمية المياه قليلة جدا مقارنة مع عدد السكان، يعني ما يتم تزويده للسكان بشكل أسبوعي لا يتجاوز 600 كوب، وهي كمية قليلة، والكمية المتفق عليها 1500 كوب، فبالتالي المنطقة بحاجة إلى المزيد من نقاط الربط الجديدة والحصول على المياه، سواء عن طريق سلطة المياه الفلسطينية أو شركة مكاروت الإسرائيلية. وعمل مجموعة من المشاريع، ومنها والأهم هو تقوية خط الكهرباء في المنطقة، وهذه المشاريع هي كانت المعايير التي ساهمت في نقل المجلس القروي من المجلس القروي إلى تجمع بلدية خلت المي أم الشقحان أم لصفة الدرات، حيث تشمل هذه البلدية جميع هذه التجمعات في المنطقة.